واصل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت جولته الميدانية والزيارات المفاجئة إلى مواقع العمل والشركات التابعة. وقام الوزير بجولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ مجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات. أعرب وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عن حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة في كافة المجالات وخاصة مجال المياه. جاء ذلك خلال استقبال الوزير نظيره السوداني ضو البيت عبد الرحمن منصور قبيل افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقية التاسع. تم خلال اللقاء التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه نهر النيل بما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. وخلال اللقاء أشار سويلم لتشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق مما يدفع لتعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ومواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط في آخر تداولاتها لكنها حققت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي. وصل التباين بين تأثير الإعصار ميلتون على الطلب على الوقود بولاية فلوريدا الأمريكية ومخاوف من تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45% لتسجل 79 دولارا و4 سنتات للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38% لتسجل 75 دولارا و56 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتصل إلى $2.33 للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.61% لتسجل $2.63 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة التجارة الصينية عدم التوصل إلى حل مقبول مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضية مكافحة الدعم المتعلقة بالمركبات الكهربائية الصينية بالرغم من تحقيق تقدم مهم في مجالات معينة. وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية من الجانبين أجرت 8 جولات من المفاوضات المكثفة منذ 20 سبتمبر في بروكسل، ولكن الخلافات الرئيسية لا تزال قائمة.